طيب ده هيخليني اسالك بقى، وانت ادرى اللي ينجح مستقل مرتين ده يبقى يعني انا من وجهه نظري بشوفه يعني برنس، انجح مستقل توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، صعوبه بالغه، وبالتالي انت عارف طبيعه الجمعيه العموميه وعضو الجمعيه العموميه. هو صح. ده هي دي المقدمه اللي انا عايز اروح ليه. انت خلاص عارف طبيعه عضو الجمعيه العموميه. وده هيخليني اسالك ايه هي طبيعه عضو الجمعيه العموميه، وليه ما بيدورش على اسماء جديده؟ ما بقولش العناصر الخبره تختفي، بس بتكلم في عناصر الخبره تقل في مقابل انه يبقى في مساحه لعناصر جديده علشان الاجيال تسلم بعضها، علشان الكره يتجدد دمائها. هل عضو الجمعيه العموميه له طبيعه ليها علاقه بانه لا انا ضد التجديد، ولا هو دماغه عامله ازاي؟ انت قريب وعارف. على فكره احنا ظالمين الجمعيه العموميه لاتحاد الكره جدا جدا. ما تقوليش كلام اعلامي، احنا في شهر رمضان مبارك ماشي، وانا وانت عارفني انا ما اقولش كلمه اذا كنت مقتنع بيها. ماشي. هديك، انا دايما بقول ايه، بقول الكلام وبجيب حقائق بيه. ماشي. يعني اللي انا هقوله لك ده هجيب لك حقيقه. ماشي. لو الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم ما بتجددش صح، كانش خالد لطيف نجح في 2012. وانا كنت في اتحاد كره قبل كده؟ لا. ليه علاقه باتحاد كره قبل كده؟ لا. ولا حتى كان ضمن طموحاتي ان انا ادخل اتحاد الكره خالص. في يوم من الايام كنت في مجلس اداره نادي الزمالك، لكن الظروف وربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لك ساعات كده ربنا بيروح عامل لك حاجه بيوجهك لطريق احسن من اللي انت كنت فيه، وبيعوضك عن حاجه مش بايدك. ففي لحظه من اللحظات رحت لاتحاد الكوره، وربنا كرمني ووفقني ونجحت في 2012 رغم ان كل القياسات والاحتمالات الانتخابيه تقول ما خالد لطيف ما ينجحش. فجددت. لو انا لو 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 زي ما انت بتقول كده ما بتجددش، لا بتجدد وعارفه بتعمل ايه كويس قوي. انت بتقول المره دي، انا بقول لك الجمعيه العموميه، افتكر افتكر النهارده تاريخ اللي احنا بنسجل فيه الحلقه او بنطلع على الهواء للساده المشاهدين، الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم واعيه ومثقفه، وهتخضر الجديد مع القديم على مسؤوليتي وعلى مسؤوليتك طبعا. لان هي عارفه احتياجاتها ايه. اوعى تفتكر ان انت ممكن تضحك على جمعيه عموميه مثقفه واعيه، وخاصه اديك الاحلى ان الجمعيات العموميه او رؤساء الانديه اللي بتتكون منها جمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم بتعمل احلال وتجديد داخل انديتها الاول. بمعنى ان رؤساء الانديه اللي هي هي سي مثلا نادي اكس، رئيس نادي اكس النهارده غير رئيس نادي اكس من 12 سنه. ماشي مفهوم. فبالتالي هي نفسها بتتجدد، فبالتالي اختيارات الرئيس الجديد او مجلس الاداره الجديد بيختار المتناسب مع هذه المرحله. ماشي. فثق تماما ان هي بتعرف تفرز القديم مين كويس ومين وحش، الجديد اللي المفروض ان هو بروميسنج بالنسبه لنا كجمعيه عموميه او كتطوير كره قدم، هتختار وهيبقى مزيج ما بين القديم والجديد.